بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي 8 حلقات مادة أمراض النبات المقررة على جميع التخصصات. احنا أخذنا قبل كده تعريف المرض النباتي، وخدنا تعريف علم أمراض النبات، وخدنا الأهمية الاقتصادية لأمراض النبات، وقلنا بتنقسم لقسمين: خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة. وبعد كده خدنا أنواع الأمراض النبات، وقلنا بتنقسم أيضا لقسمين: أمراض جهازية أو بنقول عليها أمراض كيانية وأمراض موضعية. وبعد كده خدنا الأعراض المرضية، وقلنا هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه، وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والعائل أو النبات المصاب. وقسمنا الأعراض المرضية ل4 أعراض رئيسية، اللي هي التغير في اللون وموت الخلايا والأنسجة والذبول والتغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية. وبعد كده خدنا العلامات المرضية، وقلنا العلامات المرضية تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه، وهي بتكون الدليل المباشر على وجود المرض أو على وجود المسبب المرضي. قلنا أنواع كتيرة جدا، اللي هو الغزل الفطري أو الميسيليوم، والأجسام الحجرية، والوسائد الهيفية، والكويمة الكونيدية، وأيضا أعضاء الامتصاص، والجزر أو الحبال الريزومورفية. وبعد كده خدنا المسببات المرضية، وقلت لكم المسببات المرضية بتنقسم لقسمين: مسببات حية ومسببات غير حية، أو بنقول عليها العوامل البيئية أو الأمراض الفسيولوجية أيا كان الاسم. وبعد كده خدنا وسائل انتشار الأمراض النبات المختلفة، سواء كانت الرياح أو المياه أو التقاوي أو الحشرات أو آلات الخدمة والعملات الزراعية والمخلفات النباتية والتربة والإنسان والطيور والنماتودة والكراد. وبعد كده خدنا طرق تشخيص المرض النباتي، قلت لكم في أكتر من طريقة بتستخدم في تشخيص أمراض النبات، سواء كانت المشاهدة والفحص الظاهري أو استخدام النباتات الكشافة أو استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي أو استخدام الميكروسكوب الإلكتروني أو إجراء الاختبارات الكيماوية أو إجراء الاختبارات السيرولوجية أو إجراء الاختبارات المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية اللي احنا بنقول عليها الDNA أو الاستشعار عن بعد. كل دي طرق من طرق تشخيص المرض النباتي. وبعد كده خدنا علاقة الأمراض بالبيئة، وبعد كده تطرقنا إلى ديناميكية المقاومة النبات للأمراض النبات المختلفة، وخدنا تقسيم النباتات على حسب درجة قابليتها للإصابة. قلنا 3 أقسام رئيسية: نباتات منيعة، نباتات قابلة للإصابة، ونباتات مقاومة. وبعد كده قسمنا المقاومة على حسب النباتات على حسب المقاومة على حسب طبيعتها في النباتات إلى قسمين: مقاومة تركيبية ومقاومة كيمو حيوية. وبعد كده تطرقنا إلى طرق المكافحة المختلفة التي تستخدم في مكافحة المسببات المرضية. قلنا المكافحة التشريعية، المكافحة الزراعية، المكافحة البيولوجية، المكافحة الكيماوية. وقلنا بتعتمد على استخدام المطهرات المختلفة أو المبيدات المختلفة. قلنا هي دي الوسيلة الفعالة في مكافحة أمراض النبات، نظرا لسهولة إجراءها وسرعة تأثيرها وتوفر الآلات المختلفة لإجراءها وبقائها لمدة طويلة على النبات المعامل. وبعد كده خدنا المكافحة اللي هي طرق استحساس المقاومة في النبات، وعرفنا يعني مقاومة مستحسة، وعرفنا أنواع المقاومة المستحسة، وقلنا جاهزية مكتسبة وجاهزية مستحسة. وبعد كده خدنا تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات، وقلت لكم صورة أسئلة تعلل. وبعد كده خدنا بقى الأمراض اللي بتسببها الفطريات، سواء كانت فطريات لزجة، قلنا مرض واحد بس اللي هو ورم الجذر الصولجاني في العائلة الصليبية. وخدنا بعد كده الأمراض اللي بتسببها الفطريات البيضية: موت البادرات،
تصمغ الموالح، الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وأمراض البياض الزغبي كلها. وبعد كده خدنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية، وخدنا منها مرضين اتنين بس، اللي هو العفن الطاري في ثمار الفاكهة والعفن الجاف في لوز القطن. وبعد كده خدنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات الأسقية، وخدنا منها الأمراض البياض الدقيقي والعفن الأسود في البصل وعفن ثمار الموالح اللي هو بنقول عليه العفن البنسليومي وأمراض البياض الدقيق. وبعد كده خدنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات البازدية، خدنا منها حاجتين مهمين جدا اللي هو أمراض التفحمات وأمراض الأصداء. وقسمت لكم أمراض الأصداء لقسمين، أصداء أحادية العائل وأصداء ثنائية العائل. وبعد كده خدنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة، وقلنا ليه فطريات ناقصة يا أولاد؟ لأنه لم يعرف لها طور تكاثر جنسي. خدنا منها خناق القطن وأمراض اللفحات زي لفحة الأرز، أمراض كتيرة جدا خدناها في الفطريات الناقصة. وبعد كده تطرقنا إلى البكتيريا والأمراض التي تسببها، خدنا برضو أمراض البكتيريا اللي هو التدرن التاجي في الحلويات، خدنا منها أيضا العفن الطري في البطاطس والعفن الحلقي في البطاطس واللفحة النارية في التفاح والكمثرى. كل دي أمراض بكتيرية احنا درسناها. وبعد كده تطرقنا لدراسة الفيروسات والأمراض التي تسببها في الحلقة السابقة، خدنا قباء الموالح، خدنا توارد القمة في الموز، خدنا تجعد أوراق البطاطس، خدنا التبرقش في الفول، خدنا التخطيط في القصب. كل دي أمراض فيروسية درسناها علشان خاطر درسناها من حيث ايه؟ من حيث المسبب ومن حيث الظروف الملائمة لانتشار المرض، وايضا مظاهر الإصابة بالمرض، وايضا طرق المكافحة والعلاج. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم، وهناخد فيها آفة مهمة جدا قد تكون هي الآفة رقم 2 على أشجار ومحاصيل المختلفة اللي بتزرع في مصر وفي العالم كله، وتعد الآفة رقم 2 بعد الحشرات اللي هي النيماتودا والأمراض التي تسببها. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم ونعرف يعني إيه نيماتودا، وأين تسكن أو أين تعيش، وظروف الملامة لانتشارها، وأعراض الإصابة المختلفة بالنيماتودا، وأيضا طرق المكافحة والعلاج. النيماتودا في لها صفات عامة، هي عبارة عن إيه أو تعريفها عبارة عن إيه؟ حيوانات تتبع المملكة الحيوانية، تتبع قبيلة فايلم نيماتودا أو بيقولوا عليها فايلم نيماتي هيلمنسيز، تبع حيوانات ميكروسكوبية يعني لا ترى بالعين المجردة، لازم وسيلة تكبير سواء كانت عدسات مكبرة أو ميكروسكوب، دودية المظهر، بيطلق عليها أيضا أحيانا اسم الديدان الثعبانية لأن هي بتتحرك حركة ثعبانية، بيوجد معظمها في التربة أو حول جذور النباتات، وبتلعب دور هام في التأثير على نمو النباتات ونقص المحصول وإنتاجية هذه النباتات. بتأخذ النيماتودا غالبا الشكل الأسطواني، وأحيانا بعض الأجناس بيكون شكلها مختلف عن الذكور. الأنثى أحيانا بتأخذ الشكل الكمثري أو الليموني أو الشكل الغير منتظم، ودي ظاهرة بنقول عليها ظاهرة اختلاف الشكل الجنسي أو بيسموها سيكشوال ديمورفيزم، أيا كان الاسم عرفها بالعربي وخلاص. جسم النيماتودا بيكون أيضا غير مقسم إلى أقسام محددة، بيغيب فيها الجهاز التنفسي يعني لا تحتوي على جهاز تنفسي ولا تحتوي على جهاز دوري، ولكن يوجد فيها جهاز هضمي وجهاز إخراجي وجهاز تناسلي. الفم بيكون مزود بسلاح بيشبه رمح بتستخدمه النيماتودا في اختراق طريقها إلى داخل أنسجة العائل وخصوصا العوائل النباتية. طبعا زي ما انتم شايفين ادي الذكر وادي الانثى بتاعة النيماتودا، ودي تركيب مختلف، ده طبعا مش عليكم، ده تركيب عام اعرفه كصفات عامة، وادي الذكر ايضا، وادي اشكال مختلفة من النيماتودا. الاعراض بقى المرضية اللي بتسببها النيماتودا، انا عندي
النيماتودا بتؤدي إلى إصابة النباتات وظهور أعراض ظاهرية يعني يمكن رؤيتها بالعين المجردة على المجموع الجذري وأيضا على المجموع الخضري. بنقسم الأعراض المرضية اللي بتسببها النيماتودا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول بنقول عليه أعراض ظاهرية أو مورفولوجية اللي هي مورفولوجيكال سيمبتومز، أو بنقول عليها أعراض تشريحية اللي هي هيستولوجيج أو بنقول عليها الهيستولوجية. الأعراض دي بتكون أعراض تشريحية، يبقى لازم أعمل قطاع عرضي في الجزء المصاب من النبات وأفحصه باستخدام الميكروسكوب. هناخد أول حاجة الأعراض الظاهرية على المجموع الخضري. أول حاجة موت البراعم الطرفية والقمم النامية والبراعم الزهرية. 2 تجاعد والتواء الأوراق والسيقان. 3 تشوه الحبوب الناتج عن الإصابة بالنيماتودا سأليل حبوب القمح. تعقد وانتفاخات في الأوراق وتقرح الأوراق وتبقع وتغير لون الساق والأوراق. زي ما انتوا شايفين ده سناب القمح مصابة بنيماتودا تسألل القمح أو نيماتودا سأليل حبوب القمح. الأعراض الظاهرية على المجموع الجذري عقد الجذور اللي هي النيماتودا تعقد الجذور، تعفن الجذور، تغير لون الجذور وتقرحات في الجذور وزيادة التفرع الجذري وتلف القمم النامية للجذور. زي ما انتوا شايفين معانا بالصوت والصورة، ادي جذر مصاب بنيماتودا تعقد الجذور زي ما انتوا شايفين، وادي أشجار مصابة بالتدهور البطيء في الموالح. ده طبعا ثمار بطاطس مصابة بنيماتودا الذهبية أو نيماتودا الحويصلات. الأعراض المرضية أو بنقول عليها الأعراض التشريحية عبارة عن إيه؟ عبارة عن تأثيرات تشريحية بتنتج عن طريق تغذية النيماتودا المستمرة، وخصوصا النيماتودا يا أولاد اللي هي المتطفلة الداخلية أو شبه الداخلية. أنا عندي 3 أنواع من التطفل في النيماتودا: نيماتودا خارجية أو تطفلها خارجي، نيماتودا شبه داخلية، ونيماتودا تطفلها داخلي. تتكون حول منطقة رأس النيماتودا خلايا بنقول عليها خلايا عملاقة اللي احنا بنقول على الجيانت سيلز، دي بتكون في منطقة الاسطوانة الوعائية او في منطقة القشرة حول رأس النيماتودا. او زي ما انا بقول لكم اهو، ادي الخلايا العملاقة بتكون حول منطقة رأس الايه الانثى. الخلايا العملاقة بتسببها نيماتودا تعقد الجذور والاندماجات الخلوية اللي احنا بنقول عليها الخلايا المغذية او النورس سيلز، دي بتكون في بعض الناس النيماتودا. تعالوا بقى نشوف طرق الوقاية، وطرق الوقاية من النيماتودا كثيرة جدا ومتعددة. في طرق بنقول عليها طرق وقائية، في طرق بتبقى محدودة الاستعمال، وطرق بتبقى واسعة الاستعمال او واسعة الانتشار. تعالوا ناخد بقى باختصار هنا المقرر عليكم اللي هو زراعة أصناف مقاومة. وزي ما أنا معودكم زراعة أصناف مقاومة بقولها في أي مرض موجود عندي، سواء كان أمراض فطرية أو أمراض بكتيرية أو أمراض فيروسية لحد ما احنا خدنا لحد دلوقتي، أو حتى في أمراض الفيتوبلازما اللي احنا خدناها اللي هي مرض اصفرار العنب والتحرن العنيد في الموالح اللي بتسببه الايه الاسبيروبلازما شطار. 2 اتباع دورة زراعية مناسبة برضو اقدر اقولها في اي مرض موجود عندي. 3 العناية بالعمليات الزراعية زي عمليات الري والتسميد والزراعة في الميعاد المناسب وتحسين الصرف والري. 4 معالجة الاراضي الملوثة بشدة بمبيدات النيماتودا المصابة من قبل وزارة الايه الزراعة. خلي بالكوا بقى في طرق تانية في المكافحة حابب ان انا اديكوا فكرة عنها، اللي هو التعقيم الشمسي. التعقيم الشمسي بيتم ازاي يا ولاد؟ ان انا بحرث الارض وبعمل لها عملية تسوية، وبعد كده بستخدم غطاء من البولي ايثيلين. الغطاء ده بيكون مكون من طبقتين وبفرده على سطح الارض وبيتم تركه لمدة اسبوعين على الاكثر. المدة دي بتكون كافية لقتل الاطوار النيماتودا الموجودة تحت سطح التربة، لانه بيولد درجة حرارة بتعدي 80 درجة مئوية، وهذه الدرجة كفيلة للقضاء على الاطوار المختلفة من النيماتودا. في طرق مختلفة ايضا زي المكافحة الحيوية باستخدام
الفطريات الصائدة أو المفترسة، أو استخدام أجناس من النيماتودة المفترسة نفسها، أو استخدام بعض الحشرات زي حشرة الكولومبولا. أنواع كتيرة جدا وطرق كتيرة جدا من مكافحة النيماتودة. احنا هنركز على الطرق اللي موجودة عندنا في المقرر. هناخد أول مرض بتسببه النيماتودة، اسمه مرض تعقد الجذور في الخضر والفاكهة. تعالوا بس أدلكوا بس فكرة عن هذا المرض. نيماتودة تعقد الجذور منتشرة جدا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وبلائمها التربة الخفيفة أو بنقول عليها التربة الصفراء. الذكر يا أولاد بيكون جسمه مستقيم، والأنثى البالغة بتكون كمثرية الشكل، وبتضع البيض على فترات في كتل جيلاتينية صفراء اللون. بتضع قد ايه؟ بتضع حوالي 550 ل 3000 بيضة، ولها عدة أجيال في السنة، حوالي من 10 ل 12 جيل، وقد تتداخل هذه الأجيال. تعالوا بقى نشوف الأعراض المرضية مع بعض. أول حاجة ظهور أورام غير منتظمة الشكل بشكل عقد على الجذور. طيب أنا حابب بقى أقول لكم يعني فكرة عن هذه العقد. في فرق بين العقد الجذرية اللي بتسببها نيماتودة تعقد الجذور، وبين العقد البكتيرية اللي بتسببها بكتيريا تثبيت أزوت الهواء الجوي. العقد اللي بتسببها بكتيريا تثبيت أزوت الهواء الجوي على جذور النباتات البقولية بتكون أولا ملمسها إسفنجي، ثانيا بتكون جانبية وبيسهل إزالتها بأصابع اليد. بينما العقد اللي بتسببها نيماتودة تعقد الجذور بتكون عبارة عن انتفاخات محيطية على الشعيرات الجذرية، وبيصعب إزالتها وبتكون خشنة أو متصلبة. تعالوا بقى نشوف الأعراض مع بعض. ظهور أورام غير منتظمة الشكل بشكل عقد على الجذور. بتظهر أعراض المرض على المجموع الخضري، فيصغر النبات في الحجم وأوراقه بتكون صفراء، وبنلاحظ عليه ذبول وخصوصا في فترة الظهيرة، ولا تتكون ثمار غالبا، وإذا تتكونت هذه الثمار بتكون صغيرة في الحجم، ونادرا ما يموت النبات الايه المصاب. طب انا عايز انا كمزارع او كمهندس زراعي او كطالب في كلية الزراعة او في المدارس الثانوية الزراعية، ازاي انزل الارض واعرف من خلال اعراض الاصابة انه الارض مصابة بالنيماتودة؟ اول حاجة هلاحظ اعراض الذبول على النباتات. طيب ما حد فيكم هيقول لي يا دكتور طب ما في مسببات مرضية اخرى، وخصوصا فطريات الناقصة اللي هي بتسبب الذبول زي فطر الفيوزاريوم او الرايزوكوتونيا او الفيرتسيليوم او ايا كان المسبب المرض الفطري، ايضا بيسبب اعراض للذبول، او ممكن يكون الذبول ناتج عن نقص الماء او العطش بتاع النباتات. طب ازاي اعرف ان انا عندي اصابة بالنيماتودة؟ هلاقي يا اولاد المناطق الموبوءة أو الأراضي الموبوءة بالنيماتودة، بلاقي الأرض أو الإصابة بالنيماتودة بتكون على هيئة باتشز، أو بنقول عليها بؤر أو بقع أو مساحات محددة موجود فيها أعراض المرض. يعني هلاقي اصفرار في الأوراق وذبول في الأوراق في مناطق مختلفة من الأرض، وليست كل المساحة المنزرعة. هذه الأعراض علشان اتأكد ان انا عندي اصابة فعلية بالنيماتودة، بقوم باقتلاع احد النباتات اللي انا شاكك في اصابتها، بلاحظ وجود الانتفاخات او التعقدات على الجذور المصابة. هذه العقد بتكون صلبة محيطية، يصعب ازالتها باصابع اليد، على عكس العقد البكتيرية اللي بتكونها بكتيريا تثبيت ازوت الهواء الجوي على جذور النباتات اللي ايه البقولية. دي مفيدة، بينما النيماتودة بتكون آفة ضارة على النبات. وأيضا علشان أتأكد أكتر كمهندس زراعي، باخد عينة من النبات المصاب وبيعمل فيها قطاع عرضي، وبعمل شريحة وبعمل لها صبغة بصبغة الفوكسين، وبفحصها تحت الميكروسكوب، بلاحظ ظهور الأنثى، أو أيضا بلاحظ ظهور الخلايا العملاقة أو الخلايا أو الاندماجات الخلوية. طبعا في حالة الإصابة الشديدة
النباتات بتذبل وبيموت النبات. زي ما انا معودكم في شاشتنا جميلة، ادي اعراض المرض على الجذور، ادي الانتفاخات والتعقدات الموجودة على الجذور وخصوصا نباتات الخضر. طبعا هي تخصصها واسع، عوائلها مختلفة مش الخضر فقط. دورة الحياة، نركز بقى مع بعض في دورة الحياة. بتضع الأنثى الكمثريت الشكل الموجودة داخل أنسجة النبات وداخل الجذور بالذات المصابة البيض بمعدل 500 بيضة في المتوسط في كتل جيلاتينية. بينمو الجنين داخل البيضة ويكون الطور اليرقي الأول، وبينسلخ وهو داخل البيضة أيضا ليكون الطور اليرقي الثاني. يعني اللي بيفقس من البيضة يا أولاد الطور اليرقي الثاني وليس الطور اليرقي الايه الاول، وهو بنقول عليه الطور المعدي. يعني الطور اليرقي الثاني هو الطور المعدي في نيماتودا تعقد الجذور. بيبدا ينشط ويتجول وبيبحث عن الجذور النباتات وتتجمع حول قمه الجذر. تنسلخ اليرقات اثناء التغذيه 3 مرات تتحول الى طور اسمه طور السلوك او سوزيج شيب او ستيج، وبعد كده بيتحول الى الحيوان الكامل سواء كان ذكر او ايه او انثى. طرق المكافحة زي ما خدناها من شوية، اتباع دورة زراعية لا تقل عن 2 سنين، الحرس العميق وتعريض التربة للشمس، وده بيقلل من اعداد النيماتودا وبالتالي بتقل الاصابة بها. 3 غمر الارض بالماء مدة طويلة بيقلل اعداد النيماتودا. علشان كده ممكن يجي لحضراتكم سؤال علل في الامتحان، علل يفضل زراعة النباتات التي تصاب بنيماتودا تعقد الجذور بعد زراعة محصول الارز او عقب زراعة محصول الارز. هنقول له لانه محصول الارز يتم غمر التربة بالماء اسفل الجذور باستمرار مما يؤدي الى قتل الاطوار المختلفة من النيماتودا اسفل سطح التربة عن طريق الغمر بالماء. او ممكن اعمل عملية العكس، لانه النيماتودا يا اولاد علشان تتحرك وعلشان تنشط في التربة وعلشان تعيش بمعنى اصح لازم يكون حول جسمها فيلم او غشاء من الماء. هذا الغشاء اذا تم تجفيفه عن طريق عملية التجفيف بتاعة الارض قبل الزراعة بمدة كافية، هذه المدة قد تكون كفيلة بالقضاء على أطوار النيماتودا. وأيضا زي ما أنا معودكم أن أنا لازم أستخدم أصناف مقاومة في مكافحة النيماتودا، وزي ما احنا بنقول الوقاية خير من الايه من العلاج. بعد كده ممكن أستخدم عملية استخدام المكافحة الحيوية زي ما قلت لكم من شوية، أو استخدام حتى في طرق جديدة اللي هو استخدام قتل النيماتودا بالبخار الساخن او باستخدام التعقيم الشمسي او باستخدام الدورة الزراعية او باستخدام ايضا عملية الحرس العميق للتربة وتقليبها. وممكن استخدم ايضا مبيدات في مكافحة النيماتودا، واحنا دايما المبيدات بنجيبها في اخر حاجة في المكافحة علشان انتوا عارفين طبعا مبيدات النيماتودا بالذات بتكون معظمها مبيدات جهازية سواء كانت بترش على المجموع الخضري او بتستخدم في التربة مع مية الري. طبعا مبيدات كتيرة جدا سواء كان جهازية او غير جهازية، وبنستخدم ايضا في مبيدات حديثة التصنيع بنقول عليها المبيدات اللي هي بتعتمد في تصنيعها على مسببات الامراض للنيماتودا بنقول عليها المبيدات الحيوية. المبيدات الحيوية لها مستقبل عريض او مستقبل كبير في السنوات القادمة، لانه معظم العالم دلوقتي بيعتمد في مكافحة الافات على تقليل استخدام المبيدات الكيماوية، لانه المبيدات الكيماوية بتعمل خلل في النظام البيئي وتلوث البيئة وبينتج عنها اصابة بالامراض سواء كان للانسان او للحيوان، وتؤدي الى خلل في النظام البيئي وتغير في التوازن الطبيعي في البيئة. يبقى انا دلوقتي مطالب ان انا اتوسع في استخدام المبيدات الحيوية، اقلل او ارشد بقدر الامكان استخدام المبيدات الكيماوية. بعد كده هناخد المرض التاني اللي بيصيب
او اللي بتسببه النيماتودا اسمه التدهور البطيء في الموالح. طبعا الطلبة الشطار اللي درسوا معايا التدهور السريع ده المسبب فيروس، انما التدهور البطيء المسبب نيماتودا، وخصوصا نيماتودا الايه الموالح، هي اللي بتسبب مرض التدهور البطيء في الموالح اللي احنا بنقول عليها نيماتودا التقرح، اللي هي اسمها تايلونيكيولاس سيمي بنترانس، اعرفها نيماتودا الموالح وخلاص. بيعتبر مرض التدهور البطيء من اهم الامراض النيماتودية اللي بتصيب جذور الموالح. حد يقول لي الموالح ايه يا دكتور؟ انتوا عارفينها طبعا، البرتقال والليمون واليوسفي وكل دي اشجار بنقول عليها اشجار، والنارنج اشجار الايه الموالح. بيصيب بالموالح في مصر وفي معظم بلدان العالم. تعالوا ناخد الاعراض مع بعض. ظهور انتفاخات صغيرة متدلية من قشرة الجذور. الانتفاخات دي بتكون عبارة عن ايه يا اولاد؟ مؤخرة جسم الدودة اللي هي الانثى، طبعا بتكون ليمونية الشكل. اتنين، عند اشتداد الاصابة بتضعف الاشجار وبتموت اطراف الافرع والاوراق بتكون صفراء وبتسقط على الارض. حابب بس اديكوا يعني انت لو نزلت دلوقتي في ارض الواقع على مزرعة او بستان بيزرع اشجار الموالح وليكن سي البرتقال، ازاي تعرف انه المنطقة او الارض او انت عندك اصابة بنيماتودا الموالح؟ تعرفها ازاي؟ اولا بتاخد عينة من جذر الشجرة المصابة، بتلاحظ انه الجذر اسود اللون او بني، وقشرة الجذر بيبقى سهل انفصالها عن الاسطوانة الوعية، يعني بتطلع في ايدك. تلاتة، وده الاهم، ان انت بتلاحظ التصاق حبيبات الطين بالجذر، حتى ولو انت غسلت الجذر تحت تيار من الماء بتلاحظ انه حبيبات الطين ملتصقة بالجذر. وحبيبات الطين اصلا بتكون ليه ملتصقة بالجذر؟ نتيجة كتل البيض الجيلاتينية بتعمل كمادة جيلاتينية بتعمل على التصاق التربة بالجذر، حتى بيسمى الجذر المطين او الجذر الملتصق بحبيبات الطين في الجذر. هناخد بقى المكافحة، استخدام احد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، زراعة اصناف مقاومة، الاعتدال في الري والتسميد. كل الوسائل اللي تيجي على دماغك في مكافحة النيماتودا اكتبها. طبعا انا بنصح بعملية التطهير لارض المشتل اللي بيزرع فيه الشتلات، وفي حالة علاج الاشجار الكبيرة بيتم العلاج في فصل الربيع اللي هو شهر مارس وابريل. طبعا ادي جذور مصابة زي ما انا قلت لكم، الجذر بيكون لونه بني او اسود، بيكون متقرح والاسطوانة الوعية بيسهل انفصالها عن القشرة. وادي اشجار مصابة بمرض التدهور البطيء في الموالح، الشجرة بتنشف والافرع بتجف وبيؤدي ذلك الى نقص في المحصول. طبعا دي بتكون خسارة مباشرة كبيرة جدا، لان انت عندك اشجار الموالح بتاخد فترة في الرعاية وفي التسميد وفي العمليات الزراعية وفي اجراء التقليم وكل والري، وكل دي بتبقى تكلفة على المزارع. بعد سنتين ثلاثة المزارع او صاحب المزرعة بيكون منتظر يجني ثمار هذه الاشجار، فاذا اصيبت هذه الاشجار بآفة خطيرة زي نيماتودا التدهور البطيء في الموالح بيؤدي ذلك الى خسارة مباشرة على المزارع، ويؤدي الى نقص في الانتاج، وبالتالي بيؤدي الى قلة في التصدير. احنا عارفين ان مصر من البلدان المشهورة بتصدير الموالح وخصوصا البرتقال ابو سرة واليوسفي والليمون الى اوروبا، وبالتالي ده بيأثر على الدخل القومي في النهاية. هناخد بعد كده اعزائي الطلبة والطلبات النباتات الزهرية المتطفلة والامراض التي تسببها. انا اديتكم فكرة عنها في المسببات المرضية الحية في بداية المنهج او في تاني حلقة من حلقات امراض النبات. قلنا النباتات الزهرية نباتات راقية بتكون ازهار وايضا تكون بذور. انتوا عارفين انه اي ثمرة او اي بذرة يسبقها زهرة،
كلها بتتبع نباتات ذوات الفلقتين، وبيوجد منها 1700 نوع تنتمي إلى 11 فصيلة من فصائل النباتات ذوات الإيه الفلقتين، يعني 1700 سبيشيز في 12 فاميلي. تعالوا بقى ناخد النباتات الزهرية المتطفلة، أنا هقسمها لقسمين، قسم بقول عليه نباتات كاملة التطفل، وقسم آخر بقول عليه نباتات ناقصة التطفل. طب ليه بسميها ناقصة التطفل؟ علشان بينقصها حاجتين، بينقصها كاملة التطفل. ليه بسميها كاملة؟ عشان بينقصها حاجتين. الحاجة الأولى بقول عليها إن هي لا تستطيع أن تكون أو لا تستطيع أن تقوم بعملية البناء الضوئي أو التمثيل الضوئي نظرا لافتقارها لوجود مادة الكلوروفيل أو بنقول عليها البلاستيدات الخضراء، وأيضا لا توجد يا أولاد لها جذور بالمعنى الحقيقي. احنا بنقول عليها ممصات أو أشباه جذور، سميها زي ما تسميها، إنما جذر حقيقي له القدرة على التثبيت وامتصاص الماء واحتوائه على أنسجة الخشب التي تنقل الماء من التربة والأملاح المعدنية إلى الأوراق عشان الأوراق تكون بعملية البناء الضوئي، ده مش موجود في هذه النباتات. يبقى ينقصها البلاستيدات الخضراء وينقصها الجذور بالمعنى الايه الحقيقي. طيب النباتات دي بترسل ممصاتها لامتصاص العصارة من أنسجة العائل، بتمتص من أوعية الخشب الماء والأملاح المعدنية، وبتمتص من أوعية اللحاء الغذاء المصنع بعد قيام النبات بعملية البناء الايه الضوئي. الأمثلة اللي عندي نبات الحمول، وده بيتبع العائلة العلاقية، وده النبات الوحيد في هذه العائلة اللي بيكون متطفل، بقية النباتات بتكون نباتات نافعة، بيتطفل على البرسيم والكتان، بينما الهلوك بيتبع العائلة الهلوكية وبيتطفل على الفول والطماطم واللفت والبنجر. تعالوا بقى ناخد النباتات ناقصة التطفل. طب انا ليه سميتها ناقصة التطفل؟ علشان هينقصها او ينقصها شيء واحد بس اللي هو الجذور بمعنى الحقيقي، انما الاوراق بتاعة النباتات دي بتحتوي على الكلوروفيل، بتقوم بعملية البناء الضوئي، بتحضر المواد الكربوهيدراتية اثناء قيامها بعملية البناء الضوئي، علشان بينقصها جذور سميناها نباتات ناقصة الايه التطفل. وهي بتحصل من العائل او من النبات اللي بتتطفل عليه على الماء والاملاح المعدنية بواسطة الممصات المتصلة بالانسجة. والامثلة اللي عندي نبات اسمه نبات العذار، بيتطفل على جذور الذرة الرفيعة وقصب السكر والنجيل وبعض نباتات العائلة النجيلية. تعالوا بقى ناخد اول نبات عندنا اللي هو نبات الهلوك. الهلوك نبات زهري متطفل بيتبع العائلة الهالوكية، بيتكون من ايه؟ بيتكون من ساق ارضية شحمية بتحمل شمراخ زهري سميك، زي ما انتوا شايفين معانا في الصورة، ادي الشمراخ الزهري وادي الساق الشحمية زي ما انتوا شايفين معانا في الصورة في شاشتنا الجميلة. بيظهر فوق سطح التربة، بيحمل أزهار كثيرة العدد بيميل لونها إلى اللون الأصفر. المسبب لهلوك الفول نبات الهلوك، البذور بتكون صغيرة في الحجم جدا، والبذور دي مش زي أي بذرة، البذور دي يا أولاد بيكون لها قدرة على تحمل الظروف البيئية الغير ملائمة لفترات طويلة جدا، قد يصل طول الفترة ل 16 أو 20 سنة في بعض الأحيان. تخيلوا بذرة بتحتفظ بحيويتها لمدة 20 أو 16 سنة. هذه البذرة لا تنبت ولا يمكن أن تنبت إلا في حالة زراعة عائلها الذي تتغذى عليه، سواء كان فول، سواء كان طماطم، سواء كان لفت، سواء كانت محاصيل نجيلية مختلفة، ويفضل طبعا الفول والطماطم. طيب بهذه البذرة بتنبت ليه؟
بتنبت لأنه جذور هذه العوائل بتفرز مواد منشطة أو مواد محفزة بتحفز إنبات هذه البذور. يبقى بذرة الهلوك بتحتفظ بحيويتها لفترة طويلة وبتنبت في حالة زراعة عائلها المفضل اللي هو الايه الهلوك. تعالوا بقى ناخد الأعراض وكيفية تطفل الهلوك على الفول. في حالة زراعة بقى بذور الفول زي ما احنا اتفقنا بتنبت بذور الهلوك الموجودة في التربة، ويعزى انبات بذور الهلوك الى افراز مواد خاصة بتفرزها جذور العائل. هذه المواد بتنبه بذور الهلوك تدفعها للانبات، وعند انباتها بتخرج منها انبوبة او ممص تتجه نحو جذور العائل. خلي بالك من كلمة جذور العائل وليس السيقان، لان احنا هناخد بعد شوية انه الحمول بيتغذى على امتصاص العصارة من سيقان النباتات وليس من جذورها. بتحترق جذور العال وبتتصل الحزم الوعائية للهلوك اللي هي أوعية الخشب وأوعية اللحاء بالحزم الوعائية للعائل اللي هو الفول، تمتص الغذاء منه. كل ما الفول يمتص ماء وأملاح معدنية أو يعمل عملية بناء ضوئي هذا النبات المتطفل اللي هو نبات الهلوك بيشاركه في كمية الغذاء المصنع وأيضا في الماء والأملاح المعدنية، مما يؤدي إلى ضعف النباتات وقلة المحصول وقد يؤدي إلى موت النبات بأكمله. تعالوا بقى ناخد طرق المكافحة المختلفة اللي بتستخدم في مكافحة نبات الهلوك. زي ما أنا معودكم طلبة الشطار أنا سمعهم بيقولوا من قبل ما يشوفوا الشاشة زراعة أصناف مقاومة تباع دورة زراعية طويلة جدا لا يزرع فيها المحصول، غمر التربة بالماء، ممكن استخدم نباتات مصائد زي نبات الكتان مثلا. وممكن يجي لك سؤال عالي في الامتحان يفضل زراعة الكتان تحميل على نبات الفول، هتقول له الإجابة لأنه الكتان يستخدم كمصائد نباتية لصيد نبات الهلوك. وتعالوا نستعرض مع بعض بقى الطرق المختلفة في شاشتنا. أول حاجة تقليع نباتات الهلوك عند بدء تزهيرها وإعدامها، ده طبعا في المساحات الصغيرة. 2 اتباع دورة زراعية مناسبة وعدم زراعة العائل في التربة الملوثة مدة طويلة حتى تهلك بذور الهلوك الموجودة بالتربة. زراعة الفول في أرض سبق زراعتها بمحصول الأرز، علشان الأرز زي ما خدناه في النماتودة بيحتفظ بالماء لفترة طويلة تحت الجذر مما يؤدي إلى تعفن هذه البذور. وزراعة الكتان في محصول الفول كمصيدة للهلوك بزرعه تقريبا بعد زراعة الفول بأربعين يوم. زراعة الفول بالطريقة الحراثي تتكون بذلك نباتات قوية لا تتأثر بالهلوك إذا أصابها، والرش باستخدام مبيدات الحشائش الموصى باستخدامها من قبل وزارة الزراعة. في طرق حديثة دلوقتي لزراعة أو لمقاومة الهلوك اللي هو بيستخدم نباتات التحميل سواء كان البنجر أو الليفت أو الكسبرة. النباتات دي أصلا بيبقى لها مرجوع أو عائد اقتصادي وأيضا بتفيد في مكافحة نبات الهلوك. ممكن أيضا أستخدم في مبيد حيوي مستخرج، بنحب نشيد بقسم أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة المنصورة، هو فريق البحث هناك كان له دور كبير في اكتشاف مبيد حيوي بيكافح نبات الهلوك على الفول. الصفات العامة بقى ناخد النبات اللي بعد كده اللي هو نبات الحمول. اللي هو الصفات العامة، الحمول نبات عشبي زهري بيتبع العائلة العلاقية، يبقى الهلوك بيتبع العائلة الهلوكية بينما الحمول بيتبع العائلة العلاقية. بيتطفل على ساق النبات زي ما نقول لكم هناك
الهلوك بيتطفل على الجذور، هنا بيتطفل على الساق بعكس الهلوك الذي يتطفل على الجذور. زي ما انتم شايفين معانا في الصورة، ادي الخيوط بتاعت نبات الحمول وهي تتغذى على ساق البرسيم، وادي طبعا كمية من الهلوك موجودة بإصابة شديدة جدا على نبات البرسيم. المسبب لهذا المرض حمول البرسيم وحمول الكتان. هناخد بقى الأعراض وكيفية تطفل الحمول على البرسيم أو على الكتان. أول حاجة عندي بذور الحمول بتبقى صغيرة في الحجم وبتنبت في أي بيئة مناسبة. تنبت إمتى؟ لما يتزرع العائل المناسب ليها. يتغذى الحمول على الغذاء المخزن في البذرة حتى يستنفذه. إذا لم يصادف العائل المناسب قد يموت، أما إذا صادف العائل فإنه يلتصق به ويلتف حول ساقه التفافا حلزونيا، مما يسهل من إرسال ممصاته في الساق والحصول على الغذاء المصنع والأملاح المعدنية. 2، بينتج عن الإصابة بالحمول ضعف النبات العائل. النبات كل ما يعمل بناء ضوئي يمتص الطفيل، كل ما يمتص أملاح معدنية وماء يمتصها الطفيل، وبالتالي النبات بيضعف وقد يموت في النهاية. 3، في حالة الإصابة الشديدة لا يكون العائل بذور وقد ينتهي به الأمر إلى الذبول والموت، ودي طبعا خسارة مباشرة للمزارع. هناخد بقى طرق المكافحة للحمول. أول حاجة زراعة بذور نظيفة خالية من بذور الحمول. 2، عند اشتداد الإصابة وقبل أن يكون الحمول بذور يجب حرك المحصول ودفنه في التربة، وده أصلا بيبقى لها كمان ميزة تانية إنه بنسميه التسميد الأخضر يا أولاد، وخدناها في الأفات. التسميد الأخضر زراعة محصول بقولي لفترة معينة ثم حرطه في الأرض، ده بيؤدي إلى زيادة خصوبة التربة، وبالتالي النباتات اللي بتتزرع أو المحاصيل اللي بتزرع بعد إجراء عملية التسميد الأخضر وزيادة المادة العضوية طبعا بعد زراعة أو إجراء التسميد الأخضر، ده بيكون نبات قوي بيكافح المسببات المرضية وأيضا بيكافح الآفات المختلفة. الطريقة اللي بعد كده ان انا بمنع تغذية حيوانات المزرعة او الماشية اللي عندي على البرسيم المصاب بالحمول. ليه؟ لانه بذور الحمول بتتحمل العصارة المعدية لهذه الحيوانات، وبالتالي بتنزل او بتتجمع مع السماد البلدي او الفضلات بتاعة الحيوان عند اجراء عملية التسميد في المحاصيل المختلفة، بتنبت هذه البذور. يبقى بالتالي السماد البلدي بيعتبر وسيلة من انتشار المسبب الايه المرضي. في حالة اشتداد الإصابة في الحقل بيستحسن ان انا امنع زراعة البرسيم مدة مناسبة، يعني اجراء دورة زراعية حتى تهلك بذور الحمول الموجودة في التربة. تعالوا بقى ناخد النبات الثالث والاخير اللي هو نبات العذار. نبات العذار زي ما انتوا شايفين ادي شكله، يمكن انتوا تستغربوه شوية لانه مش منتشر عندنا كتير، ده بينتشر في السودان في المناطق الاستوائية. ادي النبات اهو، نبات متسلق بيتبع عائلة حنك السبع. ناقص التطفل. ليه بقى ناقص التطفل؟ لانه في جذور ما فيهوش جذور، بينما يعمل عملية البناء الضوئي. بيتطفل تطفل ناقص على نبات الذرة الرفيعة والذرة الشامية وقصب السكر في الوجه القبلي، وهو قليل الأهمية في مصر، ولكن بيتطفل على المحاصيل في المناطق الاستوائية وخصوصا السودان، ويسبب هناك أضرار كبيرة جدا للمحاصيل. المسبب نبات العذار. تعالوا بقى ناخد الأعراض وكيفية تطفل العذار على القصب أو الذرة الرفيعة. بيشبه العذار في طريقة تطفله نبات الهلوك. ليه قلت نبات الهلوك؟ لأنه الهلوك بيتطفل على الجذور، إلا أنه لا يأخذ من العائل سوى الماء والأملاح المعدنية. هو ناقصه جذور،
وجذور مسؤولة عن التثبيت وعن نقل الماء والأملاح المعدنية علشان النبات يقوم بعملية البناء الضوئي. هو عنده كلوروفيل، يبقى بالتالي هيبقى تطفله ناقص. بتنبت بذور الطفيل الموجودة بالتربة بتنبيه خاص من إفرازات الجذور نباتات العائلة زي القصب أو الذرة. بتنمو بادرات العذار متجهة نحو العائل وبتخترق الجذر، تتغذى على العائل لفترة، بعدها بينمو ساق العذار إلى أعلى سطح التربة، وقرب نهاية عمر النبات العائل بيظهر نبات العذار وبيكون بذور صغيرة. تعالوا بقى ناخد المكافحة. أول حاجة عندي في المكافحة استخدام نباتات صائدة لتعمل على تنبيه انبات العذار ولا تصاب به. النباتات الصائدة اللي عندي ممكن يجي لك سؤال عليه في الامتحان، يقول لك علل يفضل زراعة نباتات أو نبات حشيشة السودان قبل زراعة محصول الذرة والقصب. لازم على طول تربط بين الذرة والقصب وحشيشة السودان بالنبات الزهر المتطفل اللي هو العذار. هتقول له لأنه نبات حشيشة السودان يعمل كمصيدة نباتية لنبات العذار. أنا بزرع نبات حشيشة السودان قبل زراعة المحصول الرئيسي بحوالي 5 أسابيع، وبعد كده بيتجمع العذار على هذه النباتات ويتخلص منها بالحرق أو الدفن أو استخدمها كعلف للماشية. 2. اتباع دورة زراعية طويلة بتزرع خلالها نباتات مقاومة. 3. تقليع سيقان العذار كلما ظهرت وقبل تكوينها للبذور، وده طبعا في المساحات الصغيرة. 4. الرش بمبيدات الحشائش طبقا لتوصيات وزارة الزراعة. بعد كده هناخد الطحالب والأشنات والأضرار اللي بتسببها. الصفات العامة للطحالب: نباتات بدائية بتتبع العائلة الثالوثية، تتكون من خلية واحدة زي طحلب الكلام موديوناس أو عديدة الخلايا زي طحلب الإسبيروجيرا. ألوانها بتكون متعددة منها الأخضر والأحمر والبني والأخضر المزرق، أنواع كتيرة جدا والأصفر. تحتوي على الكلوروفيل وتستطيع القيام بعملية البناء الضوئي، وبتجهز غذائها بنفسها، ومن أمثلتها ريم الأرز. هناخد مرض واحد بس للطحالب اللي هو ريم الأرز المسبب طحلب الإسبيروجيرا. الأعراض: بيؤثر ريم الأرز على إنبات التقاوي وخصوصا إذا كان من النوع اللبادي، حيث أنه يرفع بادرات الأرز الصغيرة عن الأرض فلا تتمكن من تثبيت جذورها فين في التربة. 2. بيقلل من كمية الأكسجين الموجودة في الماء لأنه بيمتص الإيه؟ بيتنفس وبيمتص الأكسجين. 3. بيحجب الضوء والحرارة اللازمين لنمو النباتات الصغيرة فتضعف وتصفر وبيتأخر نموها وبتتعرض للإصابة بالأمراض المختلفة. 4. بيسبب اختناق للنباتات الكبيرة فيحد من تفريعها وبيضعف نموها وبالتالي بيقل المحصول في النهاية. الأعراض زي ما انتوا شايفين اهو، ادي ريم الأرز وادي طحلب الإسبيروجيرا زي ما انتوا شايفين اهو، ادي ريم والأعراض اللي بيسببها على محصول الأرز. هناخد بقى المكافحة، ودي آخر حاجة هناخدها في حلقة النهاردة. الصرف الجيد والتبكير في الزراعة والزراعة بالشتل والعناية بنقاوة الحشائش، كل العمليات دي بتكون عمليات زراعية بتساعد على الإقلال من أضرار الريم في الأرز. 2. استخدام كبريتات النحاس اللي احنا بنقول عليها التوتيا الزرقاء بمعدل كام؟ بمعدل 1.5 إلى 2 كيلو جرام لكل فدان. طبعا دي بحطها في كيس من القماش أو الخيش، وبحطها في مدخل الري، وبيكرر العلاج حسب الحاجة حتى يختفي الريم من الأرض. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون أخذنا في حلقة اليوم النيماتودة والأمراض التي تسببها، أخذنا الصفات العامة للنيماتودة ودرسنا دورة الحياة ودرسنا الأعراض المختلفة للنيماتودة، قلنا أعراض ظاهرية وأعراض تشريحية، أعراض على المجموع الجذري وأعراض على المجموع الخضري. وبعد كده أخذنا أهم الأمراض النيماتودية، أخذنا منها مرض تعقد الجذور في الخضر والفاكهة،
وخدنا مرض التدهور البطيء في الموالح، خدناه من حيث المسبب وأعراض الإصابة وطرق المكافحة والعلاج. وبعد كده تطرقنا إلى النباتات الزهرية المتطفلة والأمراض التي تسببها. قلنا فيه منها نوعين نباتات كاملة التطفل، زي الهلوك اللي بيتطفل على الفول والطماطم، والحمول اللي بيتطفل على البرسيم والكتان. قلنا النوع الثاني نباتات ناقصة التطفل، زي العدار اللي بيتطفل على الذرة وقصب السكر. وبعد كده خدنا الطحالب والأمراض التي تسببها، خدنا الصفات العامة للطحالب وخدنا منها مرض واحد بس اللي هو ريم الأرز، خدنا أعراض الإصابة وخدنا طرق المكافحة والعلاج. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.